حلو ده 4 لتر ونص عامل 275، يونجا 5 لتر عامل 347، زادة ده 2 لتر و750 عامل 220. صفيح في علبة صفيح. احنا قلنا يونجا اللي عليه العرض، في برضو هنا عرض على سلايت دوار شمس، ده 2 لتر وربع عامل 136، 75 بدلا من 139.5. يبقى ده ويونجا بس اللي عليهم العرض، سلايت ويونجا بس. النقاء 750 ملي يعني 47، ده برضو دوار. كايرو 700 ملي يعني 53. في روز جاردن 800 ملي عامل 52. وشاهدوا برضو 800 يعني كام؟ 59. وعافية 859، 75. مفيش العروض خلاص، مفيش عروض، مفيش اللي على يونجا وسلايد. كريستال ده لتر 600 عامل 117.5. هلا 5 لتر عامل كام؟ 305. وفي هلا 2 لتر وربع عامل 147. وفيها عافية 2 لتر و200 عامل 154.5. في هنا بقى كريستال 800 مللي عامل 59.5. كريستال اللتر 600 عامل 117.5، ده دوار. لكن الذرة اللتر 600 عامل 138.5. وثلاثة لتر ونص ذرة كريستال عامل 308. في العرض ده كريستال 800 مللي ذرة ومعاه ملح 700 جرام في برطمان عامل كام؟ كوكس عامل 70 جنيه. العرض ده كام؟ وقلنا كريستال 800 ده عامل 70 لوحده من غير الملح، برضه عامل 70. طيب الأصيل ده ذرة مخلط، ده 750 ملي عامل 61. ريحانة ده زيت ذرة كام؟ ده 800 عامل 74. الأصيل ده لتر ونص مخلط، ذرة مخلط ده عامل كام؟ 115. اللي تحت ده 2 لتر وربع عامل 170، الاصيل ذرة مخلط 2 لتر وربع 170. عافية 800 عامل 69، 75. وعافية بلس 800 ملي عامل 66، 75. سلايد ده 750 ملي عامل 59، 75. روز جاردن ده عامل كام؟ 800 ملي عامل 59.5. في سلايد هنا 2 لتر وربع عامل 165. نقعد على العافية. اه 2 لتر و200 عامل 179، 75 بدل من 184.5. دي كاكاو مندرين، كاكاو خام 100 جرام عامله 36.5. كورونا 90 جرام عامله 35. وال 60 جرام ده مشروب كاكاو غير كاكاو خام. دي كاكاو خام 90 جرام عامله 35، لكن دي مشروب كاكاو 60 جرام عامله 13.5. وفي حجم جامبو من مشروب الكاكاو 150 جرام عامل 29، 75. احمد تي الربع كيلو عامل كام؟ 64.
الطبوس الربع كيلو عامل 55، واحمد تيب النعناع 200 جرام عامل 75.5، لكن الربع كيلو سواء ناعم او خشن عامل 64، في منه ناعم وفي منه خشن. على احد مسؤولي قسم المنزليه براءه التوجه الى خدمه. شاي العروسه ربع كيلو عامل 38، في حجم منه 100 جرام عامل 19.5، وحجم اصغر اللي هو ال 40 جرام عامل 7.75. في اهل مصر 100 جرام عامل 13 جنيه، في شاي زمان الربع كيلو عامل 35، غلا ده كان ب 30 جنيه. المراكبي ال 100 جرام عامل 12.75 جنيه. مفيش الورده، شاي الورده كده مش موجود. ده كده لبن أبول لاند عليه عرض، ده كامل الدسم اللتر عامل 32 بدل من 36. لبنيتا اللتر عامل 35.5، لا عليه عرض، لبنيتا عامل 34 بدل من 35.5. كان في تحت أبول لاند كيس اللي هو 500 مللي كان عامل 15 بدل من 17.5، بس زي ما احنا كده شايفين مش موجود. الهنا ده عامل كام؟ 11 جنيه بدل من 13 جنيه. ده كيس حوالي نص كيلو، لا 450، حوالي نص كيلو، عامل 11 جنيه بدل من 13 جنيه. بخيره عامل كام؟ 15.5 جنيه. في المراعي عليه عرض برضو اللتر ب 35، سواء اللي هو نص دسم او كامل الدسم او خالي الدسم، اللتر 35 بدل من 38.5. وفي انواع كلها، كامل الدسم ونص دسم وخالي الدسم. فوق المراعي ده العلبة الكرتون، في اللي هو الإزازة اللي هي البلاستيك اللتر برضو نفس السعر، في منها لتر ونص عامل 52 بدل من 55. زهايلة عليها عرض برضو، في مللي عامل 8.75 جنيه بدل من 9.75 جنيه، يعني عليه جنيه وبره ب10. وبره ب10 جنيه. ده كده في انواعه الفراوله والكراميل، في الموز، يبقى في قلنا هنا ميناميكس ده ال 200 عامل 8.75 جنيه، 9.75 جنيه بانواعه كراميل، فراولة، موز، شوكولاتة، نفس السعر ونفس العرض. في فانيليا هنا، في جهينة كامل الدسم 200 مللي عامل 9.75 جنيه، وفي خالي الدسم احمر ده خالي الدسم، والازرق ده كامل الدسم. في عرض هنا على جهنم ده 6 قطع، القطع ليه عامل 208 بدل من 218، يبقى في كده 10 جنيه توفير، 208 بدل من 218 بانواعه برضه. في نص دسم وفي خالي الدسم وفي كامل الدسم. الاخضر ده اللي هو نص دسم، الاحمر ده خالي الدسم، الازرق ده كامل الدسم، كله نفس العرض. في برضو منه اللتر عامل 35 بدل من 37.5، برضو بانواعه كامل الدسم ونص دسم وخالي الدسم، 35 بدل من 37.5.
في هنا بقى جهينة، ده حليب زيرو لتر عامل 37.5. في جهينة حليب خالي من اللاكتوز 1 لتر عامل كام؟ 70 جنيه. اللتر عامل 70 جنيه، اللي خالي من اللاكتوز سهل الهضم اللي هو الأصفر ده. في من جهينة حليب نباتي شوفان عامل كام؟ من أصل نباتي شوفان عامل 75 جنيه بدون إضافة سكر. وفي اللوز، حليب اللوز عامل كام؟ حليب اللوز 75. وفي حليب جوز الهند 75. حليب جوز الهند اللي هو الأزرق ده، اللي جنبه الأصفر ده اللي هو اللوز، الشوفان الأخضر ده، الأصفر التاني ده اللي قلنا اللي هو اللوز ده. لتر ونص فوق عامل 50 بدل من 56. اللتر ونص عامل 50 بدل من 56. فينا عروض على الجبنة الموزاريلا دومتشي، ال 180 جرام عاملة 45 بدل من 56، وال 280 جرام عاملة 121 بدل من 143. والكيلو، الكيلو عاملة كام؟ 205 بدل من 230، ده من دومتشي. يبقى الكيلو عاملة 205 بدل من 230. وفي دومتشي ده جيل مبشورة، وفي دومتشي قطعة واحدة 500 جرام عاملة 121 بدل من 135. وفي دومتشي مبشور موزاريلا 550 جرام عاملة كام؟ 132 بدل من 152. هي فين الأصدقاء دي؟ هما كاتبين سعرها بس مش موجودة. لا هي بصوا الأصدقاء هي اللي هناك دي كده، هي دي كده اللي هي بعد دومتشي. طب نشوف أسعارها بقى كده. الأصدقاء دي عاملة كام؟ الأصدقاء ال 200 دي جبنة طبيعي موزاريلا طبيعي، ال 200 جرام عاملة 67 بدلا من 68، فيها 2 جنيه، فيها جنيه، فيها جنيه بس. في الأصدقاء 900 جرام عاملة 225 بدلا من 230، كده فيها 5 جنيه توفير. في مفازة بس مش عارفة هي فين برضو، بقرالكم من فوق أصل الأسعار بتبقى مكتوبة فوق. مفازة ده موزاريلا طبيعي 300 جرام عاملة 96 بدلا من 102، ده الحجم ده بس المتوفر منها، بس انا مش شايفاها كمان يعني.